تحية طيبة مشاهدينا الكرام، جولة جديدة في السوق، مرحبا بكم ومرحبا بك حسن. مرحبا ولا أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. في جولتنا هذه من السوق نتابع: مجلس الأمة الكويتي يوافق بالإجماع على تعديلات قانون هيئة أسواق المال. برلمان الياباني يقر ميزانية قياسية تزيد عن 800 مليار دولار للعام المالي 2015. ومن أخبارنا في هذه الجولة: البرامج الاقتصادية للأحزاب البريطانية تجذب اهتمام المواطنين والشركات الكبرى قبل الانتخابات المقررة الشهر المقبل. سلام الله عليكم. إلى التفاصيل، وافق البرلمان الكويتي بالإجماع على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بهيئة أسواق المال بهدف تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية وتنمية أسواق المال وتوفير حماية للمتعاملين. ويرى مستثمرون وخبراء أن تعديل القانون خطوة في طريق طويل لتحسين أوضاع البورصة، لكنه لن يكون كافيا وحده لإنقاذها من الهبوط المستمر الذي منيت به منذ الأزمة العالمية. صادق مجلس الأمة الكويتي بالإجماع وبشكل نهائي على تعديلات بعض مواد قانون هيئة أسواق المال، والتي كان يعتبرها كثيرون في بورصة الكويت قيودا على عمليات التداول والاستحواذ، وأدت إلى عزوف المستثمرين وهبوط شديد في قيم التداول اليومية. ومن أهم المواد التي شملتها التعديلات المادة 122 المتعلقة بفرض عقوبات على المتورطين في تداولات وهمية، حيث أكدت التعديلات ضرورة وجود العمد في هذه التداولات حتى يتم إيقاع العقوبة على المخالف. في إجماع بين الحكومة والمجلس. أهداف هذه التعديلات أن يتم تطوير عمل البورصة ولخلق بيئة استثمارية ملائمة ومناسبة وجذابة تجذب الاستثمارات وسوقنا المحلي. وتعاقب المادة 122 من قانون هيئة أسواق المال من يقوم بتداولات وهمية في البورصة بالحبس مدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 100,000 دينار. وشكلت هذه المادة مع غيرها من مواد القانون التي تهدف لتحقيق الشفافية في التداولات وحماية مصالح صغار المستثمرين عقبات أمام المضاربين الذين اعتادوا على العمل دون حسيب ولا رقيب. نحن لم نعدل فقط قوانين تتكلم عن تحويل للنيابة أو غيره، عدلنا المواد اللي تعطي الهيئة مجموعة من الأدوات الجديدة التي تستطيع أن تنعش السوق من خلالها. ويتوقع المحللون أن يكون أثر التعديل الجديد إيجابيا على البورصة، حيث تتوقف إحالة هيئة أسواق المال للمتداولين إلى النيابة إلا بعد التيقن من المخالفة. ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بنحو جماعي، وربح رأس مالها السوقي نحو 2 ملياري جنيه بدعم من مشتريات المؤسسات قبيل العطلات. وصعد المؤشر الثلاثيني الرئيسي بما نسبته 1% بعد استمرار ظهور القوى الشرائية في أسهمه. وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة السبعيني بنسبة 0.25%، بينما صعد المؤشر المئوي الأوسع نطاقا بما نسبته 0.4%. عاودت الأسهم الأوروبية مكاسبها لليوم الثالث على التوالي بدعم من بيانات إيجابية بشأن ثاني أكبر اقتصاد بأوروبا بعد ارتفاع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بنسبة 2% خلال فبراير شباط متجاوزا التوقعات. ارتفعت الأسهم الأوروبية مواصلة موجة المكاسب لليوم الثالث على التوالي، مدعومة ببيانات ألمانية قوية وصعود شركات التصدير المستفيدة من هبوط العملة الأوروبية الموحدة اليورو.
وارتفع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بنسبة 0.2% خلال شباط فبراير متجاوزا التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.1%، وسجل الإنتاج انخفاضا بنسبة 0.6% خلال كانون الثاني يناير. وفي آسيا تباين أداء الأسهم ويقود الارتفاع أسهم شركات الرعاية الصحية، بينما تنخفض أسهم شركات النفط والطاقة. وواصلت الأسهم اليابانية موجة المكاسب لليوم الثالث على التوالي، وبلغ مؤشر نيكي مستوى قياسيا جديدا خلال 15 عاما في ظل تسارع عمليات شراء الأسهم تفاؤلا بالانتعاش الاقتصادي وقوة أرباح الشركات. وقد صدق البرلمان الياباني على ميزانية قياسية يبلغ حجمها 800 مليار دولار للسنة المالية التي بدأت في الأول من أبريل نيسان، وتقلص الميزانية القروض الجديدة للعام الثالث على التوالي في محاولة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والانضباط المالي. وفي سوق العملات لامس الدولار أعلى مستوى في أسبوع بعد أن جدد مسؤولون بمجلس الاحتياطي الفيدرالي توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية قبل نهاية العام، وانخفض اليورو لليوم الرابع على التوالي أمام الدولار، وتراجع الين الياباني قرب أدنى مستوى في 3 أسابيع. وفي سوق المعادن تراجع الذهب للجلسة الثالثة على التوالي، وابتعد المعدن أكثر عن أعلى سعر في 7 أسابيع الذي سجله يوم الاثنين الماضي. بعد أزمة إقفال الحدود الأردنية السورية وامتناع الشاحنات اللبنانية عن تصدير البضائع، كلفت الحكومة اللبنانية بعد اجتماع استثنائي لها وزير الزراعة اللبناني وضع دراسة مفصلة حول إمكانية استبدال النقل البري بالبحري للصادرات اللبنانية من خلال استئجار عبارات. أدى سقوط معبر نصيب على الحدود الأردنية السورية بيد الإرهابيين إلى قطع طريق التصدير الوحيدة بين لبنان ودول الخليج والأردن والعراق، الأمر الذي أدى إلى خسائر كبيرة بسبب عملية نهب طاولت أكثر من 150 شاحنة نقل لبنانية. هذا الوضع المستجد قد يجر الويلات على الصادرات اللبنانية التي لم يعد لديها بديل سوى التصدير عبر البحر بكلفة أعلى وبتأخير في وصول السلع المصدرة من 10 أيام إلى شهر تقريبا. الخيار الوحيد اليوم المتاح هو النقل البحر، من هون كان كل بحثنا اليوم حول أي وسيلة ممكن نقل فيها الإنتاج اللبناني إلى الخليج عبر البحر، إما قناة سويس أو عبر أحد الموانئ المصرية ومنها إلى الخليج بأقل كلفة وبأسرع وقت، حتى يستطيع الإنتاج اللبناني أن يستمر بالمنافسة مع إنتاج إغراق للأسواق بشمال أفريقيا أو بالخليج العربي من أوروبا بهذا الظرف السياسي أيضا وموضوع اليورو وتأثير. إن عدد الشاحنات اللبنانية التي تعبر الحدود السورية الأردنية من خلال معبر نصيب يصل إلى 50 شاحنة يوميا محملة بمنتجات صناعية وزراعية، إلا أن عددها اليوم سيتراجع إلى 25 شاحنة في أبعد تقدير. كلفة كل شاحنة 3200 دولار، كيف بده يكون هذا الموضوع؟ بس ولكن هلا طلبوا أصحاب المعالي إنه نعمل لجنة ونحكي باللجنة بهاي الأوضاع لتسير الأمور، بس ولكن الحمل تقيل والحمل بده دراسة دقيقة ومعمقة لحتى نوصل بالنتيجة. وبحسب المعلومات المتداولة فإن عملية التصدير عبر البحر ستؤدي إلى إطالة فترة التسليم للزبائن، ما سيزيد الضغط على التزامات الصناعيين اللبنانيين، لأن متوسط فترة التصدير عبر البحر هي أصلا طويلة، إلا أنه ليس أمام الحكومة اللبنانية سوى صرف الأموال لبدء تنفيذ عملية نقل البضائع اللبنانية عبر العبارات في البحر. تلقى لبنان قبل يومين ضربتين قاسيتين، أحدهما اقتصادية قد تؤدي إلى انهيار الصادرات اللبنانية وتراجعها بنسبة 50%، وأخرى إنسانية مع استمرار احتجاز سائقي هذه الشاحنات اللبنانية. فهل ستنجح الحكومة اللبنانية في تلقف هذه الأزمة؟ من بيروت، فانيسا متى، السوق. تنافس محموم في الانتخابات البريطانية بين الأحزاب المشاركة مع قرب الانتخابات التشريعية في 7 مايو/أيار المقبل،
ويشتد التنافس بين حزبي العمال والمحافظين وحزب الليبراليين الديمقراطيين، وتجتذب برامج الأحزاب الاقتصادية الناخبة الساعية إلى تحسين أوضاعه، بينما تساند الشركات الكبرى البرامج الانتخابية التي تراعي مصالحها وتمنحها تسهيلات ضريبية أوسع. المزيد في تقرير جينا العمو. تقدم بسيط يحظى به حزب المحافظين في استطلاعات الرأي مع اقتراب الانتخابات التشريعية العامة في بريطانيا مقابل حزب العمال والأحزاب المشاركة الأخرى، وتعول الأحزاب على برامجها الاقتصادية في جذب الناخبين، خاصة بعدما حظي به حزب المحافظين من دعم من قبل أكثر من 100 شركة من كبرى الشركات البريطانية، والذين أعلنوا رفضهم لأي تغيير في السياسة الاقتصادية للبلاد بعد الانتخابات ودعمهم لخطة المحافظين. هناك قائد واحد، حزب واحد من يتقدم بخطة طويلة الأمد لمن يعمل لتنمية الاقتصاد، وغير ذلك هناك تحالف من الفوضى لمن يريد دفع المزيد من الديون وزيادة الإنفاق من الضرائب. ويتلخص برنامج المحافظين الاقتصادي على تنمية سوق العمل وخفض الضرائب على الشركات الكبرى لجلب الاستثمارات، وأيضا مساعدة الأسر العاملة في امتلاك منازل عن طريق قروض تساهم الحكومة بنسبة 20% منها، إلى أن سياسة المحافظين المتجهة نحو الانفصال عن الاتحاد الأوروبي تواجه انتقاد شركائهم في الحكومة من حزب الليبراليين الديمقراطيين. في المقابل يسعى العمال على تجميد أسعار الكهرباء لمدة عامين والتعهد دون حصول الموردين من القطاع الخاص على ربح يزيد على 5% على عقود الخدمة الصحية الوطنية، والسعي لإقرار قانون يمنح العاملين حق الحصول على عقد ثابت حال انتظامهم في العمل لمدة 12 أسبوعاً، كما وإعطاء الأولوية للشركات والاستثمارات الصغرى عوضاً عن الشركات الكبرى. أعتقد أن ما رأيناه الليلة الماضية كان خياراً واضحاً بين حكومتي حزب المحافظين وحزب العمال. ديفيد كاميرون حاول وفشل في دفع الاقتصاد فزادت البطالة وتردت الرعاية الصحية، بينما نسعى نحن لإنعاش الاقتصاد ليتجاوز مدينة لندن. بينما يرى محللون أن ما يقدمه المحافظون من خطة اقتصادية سيؤمن فوزهم في هذه الانتخابات. في تاريخ الديمقراطية الغربية لم يسبق لحزب أن حقق نجاحات اقتصادية كالتي حققها حزب المحافظين. حزب المحافظين استلم الاقتصاد في وضع مزري جدا، ليس على صعيد الداخلي، بل جاءت أزمة مالية عالمية كبرى، وتمكن الآن من أن يكون النمو الاقتصادي وكافة المعايير حتى البطالة وكل المعايير الأخرى أفضل من كل البلدان الصناعية المتقدمة. وبين المفاضلة بين برامج الأحزاب يبقى المواطن البريطاني داعما لأي خطة اقتصادية ترفع من المستوى المعيشي له، بينما سيدعم القطاع الخاص الحزب الذي يساهم في تقليص الضرائب وزيادة الفرص الاستثمارية في البلاد. دعم بعض الشركات التجارية في بريطانيا لبرنامج حزب المحافظين الاقتصادي في الانتخابات التشريعية لم يأتي من فراغ، وإنما جاء بعد تخفيضات ضريبية منحت لهذه الشركات في السنوات الماضية من حكم المحافظين، وسط غياب واضح لخطة اقتصادية لحزب العمال تنافس هذه الخطة في برنامجها الانتخابي. جينا العمو، الغد العربي، لبرنامج السوق، لندن. وهذه جولتنا في السوق ما زالت معكم مشاهدينا الكرام متواصلة. نعم، وبعد الفاصل جديد عالم السيارات. السيارات البريطانية الفاخرة تعرض بعضا من إنتاجها المتميز في معرض نيويورك الدولي.